قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. نجم ودادي يثير غضب الجماهير قبل انطلاق الدوري. يواصل فريق الوداد الرياضي استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي المقبل، حيث يستمر المعسكر الإعدادي للفريق بمدينة مراكش إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري. وفي هذا الصدد عبرت مجموعة من الجماهير الودادية عن غضبها من اللاعب أيوب سكومة العائد حديثا لفريق الوداد قادما من فريق الفتح الرياضي. ويأتي غضب الوداديين بعدما غادر سكومة فندق إقامة الفريق الأحمر بمراكش دون إذن الطاقم التقني، وظل خارجا إلى ساعة متأخرة من الليل دون أي سبب. وتعول الجماهير الودادية على أيوب سكومة لقيادة الفريق بعدما تعالت الأصوات لإعادته في فترة الانتقالات، إلا أن مثل هذه التصرفات قد تجر عليه وابلا من الانتقادات من جماهير الوداد. يذكر أن فريق الوداد الرياضي أزرى مجموعة من الانتدابات في الميركاتو الجاري وصلت إلى حدود 10 لاعبين. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.